شارت انطلاق سينما الجامعة اليوم بحضور السيدة وزيرة الثقافة والفنون من أجل تقوية مثلث المتكون من الجامعة مؤسسة اجتماعية، الجامعة تكون المواطن والمنتج، والجامعة هي واجهة للمجتمع وتؤثر في المجتمع. إذن هذا يعتبر وصلة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك من أجل تكوين طالب مواطن ومنتج يتواصل مع المجتمع بحرية، تكون لديه الحرية الذاتية والجماعية. نطلق اليوم بجامعة بومرداس هذه المبادرة الموسومة بسينما الجامعة، والتي نهدف من خلالها أولا إلى تعزيز دور السينما في الوسط الجامعي من خلال نشر قيم المواطنة، نشر قيم الوعي لدى الشباب واحتزازهم بمكونات ومقومات الشخصية الوطنية، وكذلك تعزيز وتشجيع روح المبادرة والإبداع لدى كنا قد أعطينا أيضا مع السيد وزير التعليم العالي بحضور السيد رئيس جامعة بومرداس، هو مشكور على احتضانه لهذه الانطلاقة، انطلاق قوافل سينمائية نحو عديد من الجامعات الجزائرية في مرحلة أولية شملت 8 ولايات، سيكون بعدها مراحل متتالية إلى غاية تغطية كل التراب الوطني إن شاء الله. أسسنا النوادي ورانا رؤساء النوادي العلمية والثقافية على أساس هذا النشاط الثقافي والنشاط الإعلامي الكبير اللي لازم نديروه في الجامعات، لأن الجامعة ما راهيش حاجة منطوية على نفسها، وإنما هي راهي تبادل ثقافات مع الداخل والخارج. حنا نبارك ونثمن هذه المبادرة بشكل كبير كبير، وإن شاء الله راح نكونوا طلبة مساهمين في نجاح هذه المبادرة اللي هي مبادرة سينما الجامعة، وراح يكون إن شاء الله إنتاجات كبيرة من جامعة محمد بوقرة بومرداس. والله له شرف عظيم وكبير أن يتم افتتاح مثل هذا النشاط من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال باداري، والذي هو ابن الجامعة طبعا. يعني شيء عظيم كما قلت لكم، يعني الطالب يولي يعني يخمم كيفاش يخرج ما بداخله بطريقه رائعه مثل هذه، وهي لا سينيماتوغرافي، يعني توصل يعني الطالب الى ما قدرش يخرج كما نقولوا، ما قدرش يخرج بالكلام، يقدر يخرج بالاكسيون بالفعل تاعو.